واحد بيقول انني احب فتاة مخطوبة. ما ده يصح يا ابني تحب واحدة مخطوبة؟ دي بالنسبة لك من المحرمات. يقول انني احب فتاة مخطوبة وهي تحبني. ده عشم ابليس في الجنة. هو كل واحد فاكر اكرونه بيحب واحدة تبقى بتحبه كده بالضرورة يعني، ولكنها لا تقدر ان تنفصل عن خطتها لاعتراض عائلتها. ما هي تسيب الحاجة المضمونة في ايديها وتدور عليك انت اللي مش مضمون. وليه مش مضمون؟ بيقول الرجاء اعطاء حل، لاني انا ادرس ولكني لا اقدر ان اذاكر حتى الان بسبب هذا الموضوع. واحد لسه بيدرس وبيحاول يذاكر ومش عارف وعايز يخطب واحده يفصلها عن خطيبها ويخطها، ما حرام عليك يا ابني اللي انت بتعمله ده حرام. من رايي انك تعقل وما تعكسش البنت وتشوش عليها الخطوبة اللي هي فيها، ويبقى هي لا طلت لا سما ولا أرض.